واو يا البينك تايح يا برو. انتم تسمعوا في البينك تايح مع فرقة حميدة على EFM وام تي اش سبورتس. شباب رجعنا لكم في الساعة الثانية من البينك تايح. حاضر معنا بالتليفون حمزة فنيرة اي درايسن 20 سنة يقرأ في الجامعة اختصاص بزنس برو بلاير مختص في لعبة فالورنت ونيو ستريمر عن نيمو تي في قبل ما ناخذوه مع بعضنا. بلاك شاينا عطينا التكهنات الصحيحة متاع السيمي فاينل الجاي ما بين بيستولا وما بين مايك. بو حكيت معاه في الكافيتيريا نتاعنا فهمت في المدخنه نتاعنا. بو بيستولا الحق صاحبي كل شيء ما بيستولا جو ار بي فهمت كوتي فيس قدامك الوليد ديجا زوز نيمو عندهم شبع اسئله يلا بيستولا اغزر لاختك هادي شنو الأسئلة بلاك تشاينا؟ خلنا نبدأ نسألك أنا ميسالش سي بون. أيا عمك بيستولا جيت مشارجي عليك أنت يا باهي. شنو أحسن مومون ستريم عشته في نيمو تي في؟ التيست نتاعي هيك الأدرينالين عرفت تستنى وفازي فماش مبروك نهار تيست خويا بعد سال شال سال يا رب. شو قداش عطيتو التيست تاعك؟ سال اللي فيه والله ديزولي في باليش ما بتعرف أصلا. مبروك من عندك. مبروك 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 بيستول. شكون أبرد ستريمر في نيمو تي في؟ أنا بالنسبة جونغ نعمل جو كنت فرش في زوز بلحة وشافش هاي باز لاز جا نفس اللي ريبونس دي ما نقوله. شكون أبخل ستريمر ريتو معتا جونغ يقولك نحل عشرة في الأخر يحل نص الليل بريود هذي فريكس. أي شنو تعليقاتك فريكس؟ والله مشاكل 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 إن شاء الله ربي يفرجها في وجهك وبعض البلاء عليكم أمين, أمين أجمعين الناس الكل. شكون أكثر ستريمر ديسيبليني جو منظم عكس في عكس فريكس؟ فريكس القديم فريكس القديم. كان جيت عندك الفرصة باش تحل ستريم مع أي ستريمر في العالم شكون تختار؟ فريكس شو قلت المريفة سام تونزي ليه عادة فهم الفرص هلهم بعض سامين ستريمز جدد طلعين في النيمو تحس اللي عندهم مستقبل كبير. بلاك شاين هاي بلاك شاين قديمه بلاك شاين قديمه بيستولا بي سي بون. اسالتك بلاك بون شنو برنامجك معناتها برامجك المستقبليه في الستريم شنو الكونتنت اللي باش تعملو كل باش كامل ار بي باش يمشي فالو اكثر حاليا ار بي بيتريس ولا ار بي مازال شاد روحو الار بي نايس جود لك في ستريم. حاضر معنا توا حاضر معنا بالتليفون حمزه فنيرة اي كي درايسن 20 سنه يقرا اختصاص بزنس في الجامعه برو بلاير مختص في لعبه فالورنت ونيو ستريمر على نيمو تي في. درايسن اهلا وسهلا بك. اي سيدي مرحبا بكم. واو 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 الجو او زيكو هوني صح البيريك خويا ويتيك الاحمر بنينا المرقة فوق راسك. هو بنيت نتاعي في الجي تي اي قلت كوسبلي نلعب بيه كوسبلي فرحانين برشا درايس اللي انت معانا بالتليفون تمنينا كان كنت حاضر معنا عندك لايف توا. للعبيد اللي ما تعرفكش دراي العبيد اللي ما تعرفكش احكي لنا على الباركور نتاعك. انت كنت جيمر اي سبورت بلاير لعبت كوم جوار ليج اوف ليجندز بعديك بدات لعب فورتنايت وبعديك اوفر كونت كملت بالفالو كملت بالفالو بي. انت تو عندك مده دراي يعني تخمم في الكارير نتاع ستريمينج كنت خلينا نقولوا متردد برشا قبل ما خذيت القرار هذا ما تعرفش اسكو تدخل في ايكيبا نتاع اي سبورت اسكو تبدا كارير نتاع ستريمينج كنت حاطه ليميت باش تقص على الجيمينج جمله واحده فسر لنا كيفاش خذيتوا الشوا هذا كيفاش اخترت الستريم؟ حبيت باسيون معناها من قبل حبيت راني نبدا ستريمينغ كو سوا برو بلاير ولا معناها كونت كرييتر ولا اللي هو حبيت نستريم فهمتني؟ شعري سابا هكا شعرك تقتل يا زيكو كنت تسمع فينا اي كهو حسيلو معناها هذه باسيون حبيت نعملها من قبل معناها عندي غرام هكا بالستريم نحب نعمل جو نحب هكيك الانتراكسيون بين العبيد وكل شيء قلت علاش ليه ما نستريميش من قبل معناها حتى كي كنت معناها نسيني والبرو بلاير وكل شيء مازلت ان شاء الله برو بلاير وزلت باش نكون معناها كهو معناها جوست توفروا توا كل شيء
والماني ماني معناها والفلوس كل شيء، وقلت علاش ليه ما لانسيش هذايا الميني بروجي، معناها علاش ليه ما نعملش حاجه هكا. واللانسمون كان البارح مع 8 متاع الليل، كيفاش تعدى اول ستريم ليك دراي؟ والله تعدى طياره برشا، فرحوا بيا الوليد برشا ربوخ البارح مع الجبه. فيم وين الجبه يا دراي؟ دخلت نوبه الجبه خبيثه تو كاو يا حي رمضان الجاي. جات معايا تو يعطيهم الصحه، فرحانين واجواء وكوريا ضربه ضربه قلوب قلوب شريف قلوب. البارتاج البارتاج والحشيش دراي، شنو البروغرام اللي سنا فينا والكونتنو اللي باش تقدمه للكوميونيتي؟ خلينا نقولوا كان فما كونتنو يخليك تتميز على ولا تكون مختلف على الكونتنو اللي ديجا قاعد يتقدم توا على النيمو ان طونك ستريمر. خلينا نقول حاجه بالنسبه للكونتنو باش يكون فاري على الاخر، معناها نجم نكون مانيش باش نلعب برك، باش نعمل حاجات اللي انا كيما اون بيرسون معناها باش نعملهم في الدار. فما برشا برشا كام برشا ايرير معناها في السي، فما دي زيدي ماذا بيا ما نقولهمش، معناها خليهم سيربريز للشباب، خليهم سكوب. فما حاجات باش يصيروا فهمتني، فما حاجات باش يصيروا في الدار هكا في البيت باش يصيروا، باش يجيو عباد ما لا يفيد كربس معناها ما دايرة نعرف عليها هكا في السي نوري في بلانج هكا هكا فريكس قال لك تكربس احلى درايس Good luck يا غالي. سلام عليهم، بدي سلام لي على فريكسن برشا. يا بلغ يا بلغ، بحذينا فريكسن بيستولا، بحذينا شربان، بحذينا مايك، بحذينا زيدا، شكون؟ مرتك دروغبا. دروغبا، استغفر الله. انت احكي لنا. بالنسبة للكونتنيو ما كملتلكش راهو، بس فما عندنا ان شاء الله باش نلعبوا فالو سكي سور، اما بور لو مومون اليوم باش جوست كان نلعبوا شوية رول بلاي خاطر بيسكو عمل كيف. على بون كيف على جي تي اي كل شيء، دونك باش نلعبوا ار بي وباش نعرفوا في الار بي برشا. اي جوستمون احكي لنا على البيرسوناج نتاعك في الار بي، مولا البيروك. البيرسوناج نتاعي هكا ان بو ومرتك دركبه قلت لي انا نقول احنا ككابول تدخل تتفرج راه تشوف الرول نتاعي. اوكي اي جوستمون نخليك تعمل البرومو نتاع الشين نتاعك والكونتنت نتاعك. فوالا الور نيمو تي في تلقاوني اسمي درايسون دي ار اي غريك اس او ان، كان حابب تجي تتفرجوا فينا تو باش لانسي ونلعبوا جديا ان شاء الله. واضح درايسون، شنو تنصحوا انت ان طونك ستريمر بلاك؟ كون على طبيعتك معناه فهمت، ما تتبدلش خاطر ديجا ولا نعرف صاحبي نعرفه راني هو من لول معناها كان بلاير. خذ نصيحه من عند خوك فريكسن هاو لهني، قلوب شريف قلوب كحله ولا بين شنو تنصحوا؟ والله كيما قلت له بلاك، كيما قلت لك بلاك كون سبونتاني و كاو هارد لايك خويا، واعمل حاجه اللي تحبها معناها ما بون يلزمك زيد تبع التشات وكل معناها واحد يقدم في صحيح صحيح معناها باش تكون هكا ولا هكا، معناها بالعكس انا ربح منها في السور كسوا باش نكمل مش نكمل، بالعكس معناها ديجا محبه العبيد والجو والربوخ والربوخ والجو الفازيت. عندك ديديكاس درايسن؟ ديديكاس للشات نتاعي خلي يبعث في القلوب ليه تفضل. راجع على التليفون راجع. تحية ليهم العباد اللي قاعدة تتابع فيك واللي قاعدة تتابع فيك. ديديكاس للناس الكل اللي وقفت معايا البارح واليوم وان شاء الله توقف معايا في المستقبل فهمتني. ديديكاس لامي وقفت معايا برشا اصحابي ولات هون ربي يفضل. يعطيك الصحة دريسن، ان شاء الله مبروك المغامرة الجديدة هذه، ان شاء الله نشوفوك في حاجة ما اكبر. احنا شباب باش يتواصل موعدنا في ساعة ثانية من البينج تايع باش نلعبوا السيمي فاينل الثانية ما بين بيستولا وما بين جا. احنا فاصل قصير مع الموسيقى وهنا راجعين. انتم تسمعون في البينج تايع مع فرة حميدة على اي اف ام وام تي اش سبورتس. شباب انتم تسمعون تتفرجوا في البينج تايع على اي اف ام احلى راديو على ام تي اش ميديا تالنت هاب. كما تابعتونا في الساعة الاولى تعرفنا على ضيوفنا ولعبنا السيمي فاينل الاولى من البينج فالورنت تشامبيونشيب ما بين فريكسن ما بين شربان هو اللي ترشح للفاينل. زيد شوية باش نتعداو للطرح دومي فينال الثاني ما بين بيستولا وجا. هوني تنجموا تحطوا لنا كومنتير تكهنيتكم، تقولوا لنا شكون تشجعوا اليوم ما بين بيستولا وما بين جا. تكهنيتكم في ساعة بطاط جا انت كها جا كا
كهو جاس اسرع. يلا شباب ننتقلوا توت سويت للتشالنج. The challenge fight. تروح السيمي فاينل الثاني من البينك تايح فالورنت تشامبيونشيب. تروح ديث ماتش 1v1 تسعة دقائق. اللي يوصل بعد تسعة دقائق عنده أكثر كيليت هو الربح. هو اللي بيش يترشح للفينال ما بين الفائز بين بيستولا ما بين جا والمنافس الأول اللي يوصل للفاينل واللي هو شرما كرما. يلا التعليق عندك أنت. لنا ممين سكور ما سميش وينو سكور يا أحبة وينو سكور صحيح وينو سكور ما ندروش شباب باش نعاودو نانسيو خاطر عنا مشكلة في السكور. أخرجوا أخرجوا يلا وين المشكل يا كرمة ديما بالمشاكل وين المشكل مع بعض لانسيها يا أمير وين المشكل وين المشكل ونتيح ونقوم ونعاود نغلط وين المشكل وين المشكل وين المشكل يلا وين المشكل سيبان عاودنا لانسينا الترح متاعنا. الماب هي ايسنت تروح السيمي فاينل الثاني كما كنت نقول للعباد اللي قاعده تسمع فينا سور انتين فكره هبه تنجموا تلتحقوا بينا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام احلى راديو ام تي اش ميديا تالنتس هب تلقاونا كيف كيف على تويتش البينك تايح ولا على اف ام تي في على اليوتيوب. كرمة الكورة عندك التعليق عندك وبلاك تشاينا انت زيد تنجم على خليك ميسج ورما فيز لنا كيما تشوفوا بلاك تشاينا مايك زل السلام عليكم تف اسهل نسميه جا 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 Let's go. جا حبيب بوب ملك جامايكا اللعبة في الميت اشكون بشي بيكي على الاخر قبل بيستولة ولا جا بات وان تاب على فكرة بيستولة تلميذ باهي باهي لان باش نشوفه اشكون يربح التلميذ ولا الاستاذ بيستولة وينو الايه وينو الكروسر بليس وينو الوان تابيت نايستراي نايستراي باهي على الاخر هنا واحد واحد لصالح الثنائي اللعبه في الميد كالعاده شكون بيشي فيك على صاحبه قبل السلام عليكم اتجا هيت شوت باهي مزيانه على الاخر ظهر يلعب سبري نتاعو معناتها حتى الكرسي نتاعو مش طايح شغل يلوج على قدر حاب طايح هذيك واو اثنين صحة بيستولة هاي ناس كامبا كاي واو نايس بيهي ثلاثة اثنين صالح اتجا ما تتفاجعوش ها اللي انتم تسمع في صوت كرتوش راه موش كرتوش بالحق راهي لعبة اسمها فالورنت بلاك نقص بلا تشويش فريكس نقص بلا تشويش حاضر عارف 4-2 صالح خسر عليها 4-2 صالح اتجا على فكرة بيستولا نعرفوش خويا عنا الفار اول يا فريكس واو عنا الفار جربيعة صغرونا من الصالح بيستولا 4-3 الصالح جاء مازالو 7:20 لنا نلعبو في الميد شبيبة اوه في ليه ليه ولا 5-3 الصالح جاء اشكون بشي ترشح يلعب كونتر الكرمة تابعونا البينك تايح لا مش كونتر الكرمة عاد كونتر الشربة من الأول نسيك صاحبك خوك وعشيرك ويقرا معاك نسيك غدر الأصحاب ماشي لي غدر الأصحاب أمير من ذات شربة شكون تحب أنت تيح جا ولا تيح معاك في الفينال مش الجا مش جا زوز أسباب واضحين ديما كول لا اسباب خمسة ديما نلعب كونترو دونك ماهيش حاجه جديده اوكي 5-5 هوني بيستولا مركز تعادل تركيز تام العب بيستولا والجمهور معاك واو هبات وانت صحه بيستولا قهر الفتيات اسكو راو كام باك من عند جا ولا لا ولا يكمل بيستولا يهز الطرح من الذي سيكون الفائز للفاينل من الذي سيترشح مواجهة حادة ورهنة جاء حد في قلبه قال ألف أعوذ بالله كان ما نلعبش كونتر جاء كونتر شربون
هاي الميد الميد شكون بيشي بيكي على صاحبه وجا قاعد بيتي في بيستولة ويعطي بيستولة ضربة في الراس سبعة ستة الصالح اجا الكاركترز هما يورو وجيت في الميد لانه قايت مبتلو سلاح هيتشوت ها هيتشوت وي ثمانية ستة الصالح اجا لانه باش نلعبو اوبريتر شبيب يلا في الميد شباب دوش دوش لازمو يموت باش ينجح جست يقلب اي اي شنو المشكلة جا بي سي منعرفش بيه قاعد ردي ماري ظهر لي بطل البي سي سكر يبني اسمع اسمع اوبريتر بطل هذه أجواء المباشر أجواء المباشر لأن بيستولة كان تقتل خوك جاب بصراحة لعبة مش شريفة بيستولة نايفيه 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 حد مرال تاقي عليها لا لا تك تك ترجع الفالو الحاجة البيه هي أنها كي يخرج لك طرح ترجع فيسع فيسع مش كما السيس فيست عملنا شوية صورنا حاجات بالكرتوش عارفين بيستول لولي دينيهم توما ستريمر ستاو واحدة على يمين كيف إنيهم جو اللي ما عندوش بوبولاريتي وتتمنيهم كانت نجموا تستريميوه معناها في ال سيس جو ولول لول لول ولا وانت بيستول سيبو سيبو يحاوس هذيك على روحه ننسيوه شوية ما نعرفش ما عنديش جو في مخي خاطر بريد هذايا نلعب كان في الار بي خاطر توا جوستو شنو المهيمن فالو ار بي يعني العبيد العبيد طالب فري فاير فالو ار بي العبيد طلبتهم الحاجات هذوما فالو ار بي في النيو ديجا مره حريت سي اس جو حاجه توجع على الاخر فهمت كي نحل سي اس جو يجيني عبد يقول لي شنو اللعبه هذيا راسي نقولوا ما بجيده في الفري فاير ولا نحل لول يقول لي شنو هذيا توجع عرفت مازال عندنا كوميونيتي نتاع لول جيمرز اصحاب فما برشا ديجا طلعوا تشالنجر وبرشا طلعوا ماستر عندك بينا جانب كان جاي عندك كان جاي عندك الفرصة بون الوليد لطان اللي ركحت سي بون رجعت رجعت سي بون اسمعني وخر رجع للباز برا نايف نايف راوند برا نايف راوند لأن نايف راوند لعب سكيك نشكون بشي هز الأول 75 صالح مايك زلة 25 أشبي ويهز بيستولة مايك زلة بالنايف في النايف راوند نمشي أوبي أوبي 8 7 لصالح جاء أوبي راوند واو باهي على الاخر نرجعوا للميد 9 7 لصالح جاء من الذي سيكون الفائز في طرح السيمي فاينل اوه وول بانجين خلينا نفسروا للساده المشاهدين شنو اللي صار معناها ضربوا بكرتوشه اترافير الحيط السلام عليكم لنا قاعدين يضربوا في بعضهم اترافير شكون اللي بيشي هذا الشاب اركح في 30 اش بي البستوله معناتها يمشي يسرح اوه رجعها بستوله رجعها بستوله هبطت بستوله رجعها 10 8 لصالح جاء زعما نلقاو ريمونتادا لصالح بستوله اللعبه ميت شكون بشي بيكي لول على صالح سكينات تخبط لهنا لعبه مزيانه اوه بستوله 9 10 بيستولة 9 10 جا 10 جا 10 وي يلا بيستولة يو كان دو انا حاسو جا قاعد يكرولي 10 10 10 صحة بيستولة تمشي بيستولة باهية جا وينك راني حاط عليك فلوس والله يلعب بيستولة متى تجي جا تبيع عن فاتكو طايح شوية مش بيستولة يعرف يلعب يا جا واو 11 10 وينك يا جا وينك يا جا يزي ولا تشويش غادي عندي برشا ما حكيتش مع فيدي نقلبوا بعد الروندة هذية نقلبوا شريف هي 11 11 نقلبوا توا شريف 11 11 شريف مازالت دقيقة و20 ثانية بالضبط تروح السيمي فاينل ما بين بيستولا وما بين جاري تروح ثاني اليوم في المتايح
خل نشوفوكم العبيد تكهنات صحيحه ولا صحه بيستوله. ليه ليه ما صحاش بيستوله؟ خاطر الجواخ مش يضرب يحب بدل شريف خي نقص ثلاثه تحمد ربي ريت حاجه. 1 مينيت ريمينينغ باي تتنحى هذيك يتنحى معنا البون. شنو يتنحى البون يتنحى معنا مازال 11 11 11 هي 12 11 بيستول عاد حاط البيت عليك راه 12 11 يلا 12 11 13 11. قاعدة 40 ثانية بالضبط ثانية. اللعبة نار لهنا نار يا حبيبي اللعبة نار صعيب جا يا رجع جا ليه جا 14 11 توجا نقصد بيستولة بيستولة you never know bro we believe in miracles 24 ثانية we believe in miracles باهية 14 12 13 سكوندا تيح تيح يا دجا ضيع الوقت خرج كرة رمس 13 14 والله تروح سخون تحس بنفس 13 14 لنا جا الفيناليست نتاعنا نمشي بالتايمينغ نايس جا بليس يو لعبة ياسر مزيانة على الاخر بيستولة نايس جي جي ليه كاسحة ليه ولا كاسحة يعطيكم الصحة الوليد جا وبيستولة طرح نار الحق نهائيات طرح نار الفالورنت تشامبيونشيب في البينك تايح ما بين جا وما بين شربان ديجا معناها كان نجم ونقلبوا شربان تمشي في بلاصه بيستوله بيستوله يجي في بلاصه شربان لو طون اللي نتوما باش تنفيتيو بعضكم وتركحوا الجو الفازيت نرجع لكم لو طون اللي ركحت الامور لو طون اللي كاح البي سي سي بون جونا به نجم نبداو تستحق تركح سيتينغز قيس ولا باهي باهي احنا لو طون الوليد راكحوا الامور باش نلعبوا زيد شويه الفينال اليوم في البينك تايح ما بين شارمان ما بين جا فاصل قصير وهنا راجعين ما تبعدوش واو يا البينك تايح يا برو انتم تسمعوا في البينك تايح مع فرقه حميده على اي اف ام وام تي اش سبورتس يا البينك تايح يا برو مش كان البينك تايح حتى بيستوله وفريق نتاعه اليوم في البينك تايح الدمي فينال الأولى ربحها شربان كونتر فريكسن دمي فينال الثانية هذا جا كونتر بيستولا توا باش نلعبوا الفينال نتاعنا حاضرين الوليد شربان حاضر شربان حاضر شربان يعمل في التبديلات نتاع اخر لحظة لو طون اللي حاضروا الوليد خلنا نسألكم كي جيت عندكم فرصة تنجموا تعملوا تيم نتاع ستريمرز شكون تختاروا كيما مثلا انت مع سيزوس فريكس سولو كما قلت لك. سولو سولو كونتر توتي وانتي اختار فريكسن وبربور ليه فريكسن قال لك ليه مسالش ليه انا مسالش كل واحد رايو رايو وانتي بلاك انا ديجا في تيم ديكتاتورز نتاع ويسيموس وبي كان جيت كان جيت برو بلاير في ديسيبلين انا هي ديسيبلين اللي تختارها برو بلاير في جيم معنا اي برو بلاير في جيم فري فاير فري فاير وانت فنش 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 بلاك شكوب بلاك فالو انا نعرف برو بلاير انا فهمت فالو بستولة قوي في الرامية رسمي والله والله شبيب كرمة جونا بيه جونا بيه نجمو نبديو شربان نجمو نبديو سيبان جا كيف كيف بيه الوليد تاو بشت لعاب الفاينل من الفالورين تشامبيونشيب في البينك تايح ما بين شربان ما بين جا توت سويت في التشالنج The challenge fight جا versus شربان الفاينل عمالقة سيرا عمالقة هنا خل نشوفوا سي العبيد شنو رايا ها تنجموا تحطونا في الكومنتير تقولوا لنا شكون تشجعوا شكون باش يربح اعطينا رايكم في الكونتينيو اللي قاعدين نقدموا لكم فيه وفي الفورما هذايا الفورما نتاع ساعتين تشالنج للعبيد اللي قاعده تسمع فينا سور انتين تنجموا تلتحقوا بينا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام كيف كيف على الباج فيسبوك ميديا تالنتس هاب تلقاونا زاده على اليوتيوب الاي اف ام تي في توا طرح الفينال كورما نعطيك تعليق لنا واحد صالح اثنين صالح الشربون عندي سيتينغ ركع عنده سيتينغ زي ركع فيهم بيان سور خويا حقك انت ضيفنا اليوم في البينك تاي شربون فيرسز جا ركع انا مازلت توب ميد
كنت تتوقع بلاك شربون خاطر الفريكس نعرفوا اللي هو نيفو طالع دونك مازال شربون ربح فريكس دونك سوى شربون معايا انت انديريكتومون قلت اللي بيستول نيفو مش طالع ليه نقصد معناتها هو ديجا معناتها اللي عبرو الراك بتاعه طالع انا خسرتك راجل نبلك بيستول قال الفتيات بتاعنا سوبر بي هذاك بالنسبه ليا انا وانت كورما انت صاحبهم بجوز تعرفهم برو زوز جاينتس بالنسبه ليا صعيبه على الاخر معناها زوز يعطيوني تيبس اند تريكس ساعات وكوتش زوز زوز اثنين مازالوا 7:45 سكوندا طرح 8 راه نهار في البينك تايح سو كلين كلين على الاخر كلين ذيس سامر شاربون فيرسس مايك زيلا انا ماركت عاصم ريت محليه الروح الرياضيه كل واني وراك معناها اما بعد يقتلني ليه بلاد ياسر خذت الاصحاب هذيك ريتها في ظهرك قتلني خمسه روندات في ظهري خلينا وما عاد نسافيك خويا امير غدر الاصحاب موضوع تجبد برشا اليوم اربعه لصالح هاو اخوي اربعه لصالح الشربون هاواريو تاي تاي باهية باهية نايس شكون توا اللي باش يربح ويترشح للطرح فيرسز الكورما هاكا اخوك وراك امشي هاكا في المين هاللعبة في المين جاي من الماركت ويهز مايك زلة مهز الشربون 5-4 لصالح الشربون المايك زلة اجا تشان كما يقولوا الروج ذي السيرفير متاعنا تحية للروج والكارو تحية له ايه نيفو عالي ها تبارك على الروج لا الشريفة ما تفلكش باهية هيتشوت هيتشوت كرمة اخويا الغالي راك تحكي في الميكرو سير بيه لهنا في الميد يهز الشربون يهز مايك زلة 6-5 صالح الشربون مازالوا 6 دقائق شكون اللي باش يترشح انا من انت متفق للطرح ماركت في الماركت خبل انا نسيت لنا يبيتوا في بعضهم شربون 7-5 شكون اللي باش يربح وشدي خبط الكل على راسه واو بيه بيه لنا شاهدنا ترول من طرف شربون يا اخي تعاقب عليها جاء المعاقب جاء ذا بانيشر جاء المايك زلة 8 لصالح شربون زعما فما ريمونتادا من عند جاء ولا لي لنا جاي ستامفورد تكنيك الوول بانك ويهزوا 8-7 لصالح شربون فما لايبيليتيز موجودين هنا لا هنا لا بابا كان حلينا لايبيليتيز راك بشرحها شي عرض اخر عرض اخر اسمعني طرح بعد الفينال نلعبوه طرح بالايبيليتيز باهي انت للرابح خل نشوف اخويا اوكي هو ساعات الايبيليتي تربح الايمرا صحيح طيب بالدمج شكون ريز تربح الريز ديجا بيرو المره اللي فات دمجته بالبيت نتاع ريز و واكثريه البلايرز يلعبوا ياسب ايبيليتي في مجموعه اللول حسهم يتحاولوا للفالو صحيح اي صحيح وبرشا عباد ما تحبش تمشي للفالو خاطر حكايه الايبيليتي اللي يبدو سي اس و 109 لصالح الشربون واو 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 صحيح حكيت انه كي تكون لاعب لول ولا بو تلقى روحك خير بالابيليتيز 89 اش بي 80 اش بي 94 اش بي لصالح مايك زلة 22 اش بي لصالح شربون ويهز مايك زلة شربون ب 80 اش بي و 10 شيل 10-9 لصالح ووو 10-10 تعادل نايف راوند شباب هاني ميتينغ هاوك عليش دريسن هو وصل نجح في الفالو خاطر هو ديجا برو بلاير في اللول وعنده ايم ديكو وعمل ميلونج بين فورتنايت وفالو بين فورتنايت ولول دونك خرج في الفالو برو بلاير 75 اشبيل للزوز شكون اللي باش يربح الراوند
هالروندا ديه يا ويس تجا الشاربون في النايف راوند. مازلنا في النايف ولا ليه ليه توا نقلبو شريف. اوكي تاك مازال مازال تحت 11 10 ما تحسبش الروندا خاطر لازم يقلب سلاح. 11 10 لصالح جا 5 اش بي جا اسكو يهز ولا لكن يهز الشاربون جا 11 11 11 11. توا اللي باش يربح هو الرابح. اللي باش يربح هو الرابح. توا اللي باش يهز الروندا هذيا هو اللي باش يربح الطرح. شباب مبروك شاربون. جي جي مبروك شاربون. جي جي مبروك شاربون. Are the champions. مبروك الفاينل فيناليست متاعنا صاحب التيتر هو الشربان. خويا جا اعذر لي لهنا تصريحات ما بعد المباراة. ولا جي جي ديما ديجا نلعبوا انا والشربان معنا كل ليلة. تحية لليكيب متاعنا. حاجة جديدة معنا ساعات هو يربح ساعات تربح بيه وفي الاطراح لعبوا مع بعضهم قبل كرمة وشربان. لعبنا قبل مع بعض. شكون يهز؟ شربوا شربوا ديزولي كورما شربيه يا راجل. يلا كورما عنا قعدوا لنا بالضبط 5 دقائق. نخرج من عنده ندخلوا يا اخي. كورما هو بطاطا. اي ما تحول لخونا بطاطا. فما تحول مبارك صار. كاستي شكون يكاستي فيكم؟ شكون نجم يكاستي معنا بلاك؟ يجي اقعد مال بلاك في بلاصه فريكس. تحب تكاستي معاك لي حاشم فريكس. يجا قعد في بلاصه ما تدوروا من غادي ما ديوش ورايا انا يعني دوروا من غادي. دونك بلاك تاعنا باش يكون معنا في التعليق كورما بطاطا الكرونيكر والكاستر نتاعنا فيرسز الشربا. يلا كورما كيفاش نقدوها الفضيله؟ سي بون سي بون. عندك سوري هاكا باركوري في سوري بينات لي فيو الترح اللي بعد الفينال. شربان الفيناليست نتاعنا باش يلعب كونتر كورما الكرونيكور والكاستر نتاعنا في البينك تاي. عطيونا تكهنيتكم شباب بون كومونتير. شكون تشجعوا؟ تشجعوا كورما اي كي اي بطاطا اي كي اي كريم اي كي اي كريم عبيدي ولا شربان؟ انا نتوقع شربان. شربان يهز شربان معناها حتى بون كواكو بطاطا راهو كورما تطور على شهر الثاني. ايه ما تطور في كينوب الحق معناها. يلا عندك سوري بلاك تشاينا عندك لنا حاوس معانا. اوكي دونك انا فريق يلعب فريكس باش نفهم شكون يلعب فريكس وشكون شكون يلعب الكونتر فريكس. شربان تاع فريق. اوكي بارفي. اوكي دونك راو بطاطا على مستوى توب ميت عنده واف ديم. دونك شربان هزو خاطر يعني شي ايمي نحن باش نقد ال دونك لي زيكسكوز نتاع العاده. لاقي لحظه مش لاقي مش لاقي امبوسيبل لاقي احنا امبوسيبل لاقي وخاطرنا في البينك طايح وخاطرنا سبونسوريزي باغ توب ني دونك امبوسيبل لاقي. جونا بي خويا هاكا البينك بلاس مش نهولدي مش كنترولز. احكي احكي معاه في الميكرو احكي معاه في الميكرو. كنترولز شنو؟ كنترولز تطاقة ثريش هولد ولا شنو؟ هاكا اللي باش نهولدي باش نهولدي اللحظه. اكويبمنت كنترولز اكويبمنت تاع تلقى من خويا سبيسيال ديديكاس ليك كورما. نعم ليه هكا تو عمرنا ما كنا نغار بالعكس عامل جو انا تو. يا نغار ربي يهديك يا مير زون زون لو اس لو اش مصطفى مستصدم كالعاده اس تاع بلي ديديكاس للتاج بتاعهم ديديكاس للدوزيام تاع اللي تصور فيه رابور شربون يهز السكند كيل على بطاطا. عمره ما كان لا بطاطا هز بي اسمع انا نتخيل امير نقص الميكرو على كورما نقص عليه واو يمهمشك. يلا شربان حد في قلبه قال امبوسيبل نخرج خاسر هنا اليوم في البينك تايح. ثلاثة تراح لعبتهم دونك ديجا بطاطا محضر في زيرو على شربان دونك يمشي بيكيتو ما كونش يفيلي دونك الاخر عنده يمشي يكريدي. دونك او هي فما معطيات جديده راهي في البينك تاعها. اسمه كورما فرض علينا كرنجي سر كورما خسرنا اختار يا اخي ولا اسمه كورما
نحوس بعض ليها بطاطا او نو سكوب هزو نايت نايس وان شربون دونك راهو 3-3 تعادل من بيناتهم باقيين يلعبوا بالاواب بالاوبريتور اسمع راهو اللي تعديوا على الكومبيتيشن هذه الكل راهو محترفين تو في الغربه راهو شربون هاي فما برشا هزتهم ايكيبيت من البينك تاعي عندك شانس كبيره خويا بطاطا بون فيت هزو خاطر شربون كان ليه هكا علاش راه هاي كنت انا نحكي مع شربون انا بالعاني انا نحكي مع شربون باش طلع شويه المهم الكل 4-3 صالح كارما كارما هاي زيتون كارما فيل شربون دونك هز عليه الكيل وليت 4-4 باقي تعادل فما تروح سخون راه ميم سي شربون طاير على بطاطا ما فهمتش علاش هما راهي 4-0 توا دونك راهو بطاطا فيل فيل الضربه الثانيه حيت عينيا حيت عينيا دونك راهو شربون محضر بزاف بيم مازالو عندكم دقيقتين بالضبط ها شباب بطاطا باللوبي وحش والله يا ام براود ولدي ودي كبر يا ربي دونك 5-4 صالح كارما 5-6-4 صالح كارما نايس بقي يلعبوا باللواء كارما يا بلاك هذا كارما بيه ياب بيه. ياب تروح شويه سبري وفازي اوه نايس وان صحيت هذا هو المطلوب يا قيس صح شربون دونك 5-6 باقي كارما ربح على شربون كان يوراك طول باقي يلعب بالاوبريت ما فهمتش علاش دونك 7-5 لصالح كارما هيا صاحبي شربون بيتيت عليك راني لازمو يخسر نوبي هذا راه دونك كارما حاط في قلبه عرفت قاعد يتري هاردي بالاواب وكل شيء 8-5 تشيل ولا تشيل والله كله يرعش الرفيق يقول لي تشيل يشهد في قلبه بيه يوان تاب يا الحبيب يوان تاب هو الايم معناه لازم وان تاب حاجه غريبه عليك اوه نايس فيل من عند كارما يلا قاعد 30 ثانيه كارما نايس فيل ثالث من عند كارما واخيرا في الرابع قال سي بون باش نهزو باش نهزو صاحبي جيت لك هالي اخر روند هذايا جيت هذا اخر كيل 9-6 لصالح بطاطا دونك لازم يجمي بوشي فوالا سي بون سي بون سي بون الاولاد كرما دونك 9-7 لصالح كرما او فيت تروح فيت تروح وفيت تروح وفيت ليميسيون سي التسعه العاشره ولا يحرز خاطر وفي الوقت راه امبوسيبل تربح راه يا بلاك قاعده تعمل في الشغل يعطيك الصحة أمير احنا هكا نكونوا خلطنا الآخر موعدنا لليوم في البيك تاعي نشكر الناس الكل اللي تفاعلت معنا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام وام تي اش ميديا تالنت هاب نشكر ضيوفنا زادة اللي كانوا حاضرين معنا شربون نبدا بك انت ديديكاس في صعف الخفة عندك 10 ثواني ديديكاس لي تخوا كوزان تاعي اليوم خلاو الباك ان شاء الله كل شيء مبروك ان شاء الله مبروك فريكس ديديكاس لامي وبابا والناس اللي تسبورتي فيا وادميناتي وجاسم ديجي وزنقة تحية للناس الكل دولة ديديكاس طول شوي ديديكاس لامي نحب نقول نحبك برشا نحبك رابير خالتي وخالي وباباتي قاعدين يتفرجوا مع بعضهم قالوا لي عندي ديديكاس وصحابي مؤمن واللوك وخذوا الباك اليوم ونسيم وحسن نقوى حجمة في رادس وكابتن ميدو بو مكلور تحية اليوم الناس الكل دوما مايك جا حتى نحب نعمل ديديكاس لكوزان تاعي خديو الباك اليوم ان شاء الله مبروك عليهم وبيان سور لا فامي والشله نتاع الفالو الكل ربي يفضلهم لك شلون نحبوك يا شلون الكل تحيه زاده لدريسن اللي كان حاضر معنا بكري فيديو نشكر زاده الكرونيكر نتاعنا كورما يعطيك الصحه ساشكا في الاعداد بلاك تشاينا بلي ديديكاس الكوزين نتاعي خديت الباك اليوم تحيه ليه ان شاء الله كل شيء بالبركه نحب نقول خويا مالوغوزمون تحت كنترول اما كلوز على الاخر 9 قويه دونك بنجح نقول لك مبروك فهمت دونك ان شاء الله ربي عوده ميمونه ان شاء الله وان شاء الله مبروك البيك بوي فراد حميده رافقكم وميكرو امير في الاخراج ايمان جدي وايمان رابح في الاخراج رقمي وعدنا الجمعه الجايه ان شاء الله مع البينك تاعك كالعاده من 9 حتى لل 11 نتاع الليل نخليكم مع الاخبار لكن قبل مع ايريج ما بقى لي نقول لكم شباب good game and good night peace